وجودها مهم بكل بيت، تم اكتشافها من آلاف السنين، سعرها مقبول وطعمها خيالي، مين منا ما بحب البطاطا؟ بحلقة اليوم رح نتعرف على أطيب الوصفات التقليدية المعمولة بالبطاطا. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. بطاطا من الانجريدينتس اللي اليوم حابين نحكي عنهم. اكيد اشهر، رابع اشهر خضره مست... لا اما ماده مستعمله بالاكل بعد الذره، الرز والقمح. اوكي، فاول شيء هو رابع محصول بالعالم يستهلك من قبلنا. أوكي. البطاطا خاصيتا ببلاد اوروبا وحتى البلاد العربيه يا شيخ. ايه بس عم نحكي نحن لما نقارن حجم دول اوروبا كثير بيستهلكوا بطاطا. أوكي. والانتاج اكبر انتاج بالعالم هو للصين. مع انه بالصين زي ما كيف بطاطا على طول الصين سباقه يا شيخ. شو قولك ليه؟ لانه بلد كثير كبيره ومليار ونص شخص، يعني مش قليل، بدهم يلحقوا يعني يسرعوا ليغطوا كل هالعالم. اكبر انتاج بالعالم صار بالصين، اجت من امريكا الجنوبيه مثل ما بنعرف. اوكي، 10000 سنه تقريبا عمرها البطاطا تستعمل من امريكا الجنوبيه وانتقلت بعدين. هي مصدرها كان من امريكا الجنوبيه وانتقلت عبر الاسبان على اوروبا ومن اوروبا لبعدين البحر الابيض المتوسط. زرعوها اوروبا، زرعوها اكثر طوروها، بعدين انتقلت على بلاد البحر عن طريق التجاره. فهلا حنعمل اول طبق تقليدي كثير اللي هو جراتان دوفينو. جراتان دوفينو مطاعم الفرنسويه كثير، يعني نحن هلا حنحكي البطاطا، عندنا بطاطا مقليه، بطاطا مشويه، بطاطا الهود السهلين اللي بنعمله. بس فيهن الاشياء الاطباق اللي بنعملها خاصه باوروبا اللي شيء بالكريم اما بالمرق اللي بيتقدموا على طول حد صحون بمطاعم على طول بتكون مثل سايد ديش او جارنيش. ايه اصبري، هي بطاطا. حنعمل بطاطا هلا وحده دوفينوا اللي هي كمان تابعة لشخص ضيفها، عم بيكرم شخص عامل له صحن بطاطا اللي سمعها اسمه بمنطقه دوفين بفرنسا، بسموها جراتان دوفينوا. جراتان يعني فيها صوص كريم، فيها جبنه، هي بلا جبنه بس في ناس بحطوا جبنه، بتعمل هالجراتان على الوجه. وبعدين حنعمل اطباق ثانيه. اول شيء حنبلش بالدوفينوا. اوكي، دوفينوا السر تبعها اكيد اهم شيء نرفع البطاطا قد ما فينا. اوكي، فحناخذ هلا البطاطا. يعني بتشبه البطاطا سوفلي مثلا؟ لا، هلا حنشوف. سوفلي هي اصلا اسمها هشي بارمانتي. هشي بارمانتي؟ بارمانتي. بارمونتيه هي فرنسوية. شو معناتها يعني هالشي بارمونتيه؟ يعني لحم مفروم بارمونتيه، بارمونتيه مع الاعشاب. اوكي، هلا حنشوفها بعد شوي حنعملها، بس اول شيء حنبلش بالدوفينواز. اوكي، دوفينواز عاده بتنعمل على الايد اذا كان شخص شاطر بالسكينه، اما على الماشين لانه بيطلع كثير رقيقه البطاطا. يعني هي انه ينجح هيدا الطبق بتعلق برق البطاطا. اكيد. اوكي، لكن اليوم لكل محبين البطاطا يا شيف يفوكسوا معنا بحلقتنا، لانه رح نقدم اطباق تقليديه وجديده 100%. واهم شيء انه كمان البطاطا هيدي الدوفينواز اذا فينا ما نحطها بالماء بيكون احسن بكثير. انا حطيتها بالماء كرمال ما تسود، يمكن ما تسود، بس بالاجمال فينا نستعملها دغري من نقشرها، نغسلها بس من برا من التراب، نقشرها ودغري نستعملها حتى تشد الصوص بسرعه. طيب ليه مثلا بحطوا بينقعوا البطاطا بالماء؟ عشان تسود، لانه هي النشا، مش كرمال مثلا تخلص من النشا الزياده. لا، هذيك الغسيل بشيل النشا، بس اول شيء بنحطها بالماء لنحميها من الاكسجين حتى ما تاكسد. اوكي، بس تأكسبت سود.